هلو حبايبي كرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل شيء تمام. احنا شباب طمنونا عنكم، ان شاء الله كل شيء تمام. ما بعرف شباب، انا كثير اسف. اوكي انا كثير اسف شباب، صار لي زمان ما لي منزل ولا مقطع شباب، كل شيء 5 ايام ولا 7 ايام ولا يمكن 10 ايام حبايبنا، ما اعرف شو بدي اقول لكم يا اساطير. اسف كثير شباب لسبب انه كنت حبايبي الكرام كان عندي كثير اشغال، والصراحه ضروريه كثير شباب لازم كنت اخلصها يعني قبل رمضان. بالمناسبه شباب كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم وحبيبي والله. اوكي يا اساطير حبايبي الكرام، اهم شيء يا حبايبي طمنوني عليكم، ان شاء الله كل شيء تمام. خبرنا هذا المقطع شباب، بلش صلوا على حبيبي، الله يسعد لي اياكم يا حبايبنا يا حلوين. طبعا شباب صراحه صار لي فتره مالي يعني ما بعرف شو بدي اقول، صار لي فتره مالي قاعد هيك يعني وبتصوير وما تصوير، يعني حتى اللايفات شباب صار لي فتره كمان ما بعمل كثير لايفات، يعني بنعمل برات كل يوم ساعه ساعتين هيك على السريع حبايبنا تاخذوني كمان. اوكي المهم شباب، النقطه الايجابيه كثير شباب، ان شاء الله بالرمضان شباب راح يكون ان شاء الله يمكن يوم السبت ولا الاحد. anyway شباب انا الان بامس حاجتكم يا اساطير حبايبنا الكرام. اول شيء معلم من كل الصوره شباب دخل على المقطع الان فرج للدقيقه 115. المهم شباب تنزل تحت حط اللايك حبايبنا، الله يسعد اياكم شباب، وبتمنى من كلكم شباب صراحه يعني هالفتره الاخيره ما بين رجع جديد. اوكي بدي اياكم تعطوني افكار جديده شباب، عشان شباب ان شاء الله بكل شهر رمضان شباب ننزلكم مقطع كل يوم. اوكي حبايبنا الكرام مثل رمضان اللي فات تمام حبايبي. اوكي بما انه الدنيا صباح شباب خلينا يعني يلا صباح معنا نشرب قهوه حبيبي والله، انه بعد يومين ما عاد نشرب قهوه الصبح شباب. anyway حبايبنا الكرام ثاني شيء اوكي، وثاني شيء خلينا ندخل على فري فاير شباب، لانه الصراحه صرت من فتره شباب نزلوا كثير ملاحظات شباب. طبعا شباب شايفين الخلفيه شباب صراحه يعني بعرف كثير منكم مو حابين هالسكريت، وكثير منكم يعني عجبهم هالسكريات، لانه شباب صراحه السكريات هذول في بعض السكريات هذول عن جد يعني شكل ما بعرف صراحه. انا بالنسبه للشباب اخذ الامر بكل الضحك اوكي، يعني ما يهمني يعني الفرقه هاي بس، ولكن يعني شكل السكريات في منهم عن جد مضحك كثير يا شباب، مثل هذا ركزوا لي على هذا الشباب هذا اللي فوق عن جد شباب حبيبي والله. اوكي شباب رح ندخل الان على اللعبه شباب، نفس الوقت شباب في شيء ثاني كمان، في شيء ثالث. اوكي اول شيء قلنا لكم يا ليش غبنا شباب، عندك يعني كم شغله هيك شباب بضروريات يعني هيك خاصه في البيت ما بيت. المهم شباب حابين نخلصهم، وثاني شيء قلت لكم ثاني شيء، هلا ثالث شيء شباب. اوكي ركز معي كيف. طبعا حبايبنا الكرام مثل ما بتعرفوا بلشنا نعمل الجي تي اي ار بي، يعني جي تي اي الحياه الواقعيه يا حبايبي. هل كثير منكم يعني عاجبه هذا الامر؟ لهيك شباب تعالوا على ان شاء الله البث اليوم الجمعه، اليوم راح يكون في بث مسائي ان شاء الله يوم الخميس، ويوم الجمعه شباب راح نبلش ان شاء الله باول حياه الواقعيه شباب بجي تي اي ار بي يا اساطير. اوكي شباب نفس الوقت راح نبلش بثنا الفري فاير بالعاده بداية اللايف اوكي، ومن بعد نكمل بفري لا جي تي ار بي شباب رح نبلش نعمل، ومن بعدها شباب رح نكمل كمان نكمل بسلسله التختيم. اوكي خلينا نرجع على لابتوب فري فاير شباب ندخل نشوف شباب شو ما في، صرنا ثلاث دقائق شباب خلص هيك عرفتوا شباب السبب ليش خلص. المهم شباب ندخل على اللعبه شباب حبايبنا، 42000 جوهره حبيبي والله معلم باللوز، هون عندنا 42000 جوهره شباب تمام. نزل كثير احداث شباب الصراحه شو هذا فن. اوكي شباب طبعا هون في رقصات جديده شفتهم وكثير من الاشياء شباب رح ندخل نشوف مع بعض. اوكي شباب اول شيء ندخل على المتجر تبع شباب نرجع نشوف وات هذول لازم نستخدمهم شباب قبل الوقت، لانه اذا ما استخدمهم راح يروحوا علينا، ما في مشكله معنا بعدين بنشوف الوضع. اوكي ندخل على المتجر شباب هذا الجيل الجديد. طبعا شباب هون السكنات شباب صراحه بالنسبه للشباب انا يعني دائما بتعرفوني صريح معكم، في سكنات حبيبي والله يعني خارج نطاق التقييم، وفي سكنات صراحه شباب عن جد كثير عجبوني مثل هذا السكين شباب الاخضر صراحه اقدر احصل عليه. وين هو؟ ليش ما نقدر ندخل؟ اوكي ما بده يدخل معلم ما بدخلون. anyway شباب هذا الاخضر شباب يذكرني يعني بالجوكر وما جوكر، يعني فهمتوا علي؟ بيعرف جوكر بيعرف جوكر معلم بشكل الجوكر ما جوكر. هذا الصراحه اتس اوكي ماشي حاله شباب تمام، بس الاكثر شيء شباب اللي بضحك اكثر شيء هذا معلم صراحه حابب اجيبه شباب عشان اجربه صراحه، حابب اجيبه واشوف شكله كثير شلون شكله يا زلمه. اوكي عندنا هذا الثاني شباب شكله اشكاله حلوه. اوكي صراحه يعني سكنات يعني طبعا شباب الشيء الثاني نقدر نجيبهم في سكنات نقدر نجيب واحد من السكنات مجانيه. اوكي نعم لما نحصل على هالبطاقه هاي تمام حبايبنا، اكيد كلكم بتعرفوا شباب ما راح نشرح لكم الحدث لانه الحدث صار له فتره نازل شباب من التحديث. اوكي شباب لان شباب عندي بواحده من هاي البطاقه شباب هاي البيتس كريستال. اوكي شفت هون نروح نجيب بطاقتين كمان ولا ثلاثه ولا ما اعرف كم شباب. anyway هون عندنا نازل رقصه جديده معناتها طول بالكم، عندنا هون تنشي جديده
باللو عنا لازم نحصل على هاي الكريستال هاي معلم والهون في متجر اوه كان باقي 18 اوه لازم نحن نجيبنا كان راح علينا لو كان راحت نزلت المقطع بكره كان راح علينا معلم اوكي anyway عنه رخصة جديدة شباب يا سلام عليك يا سلام عليك الرخصة الثالثة شباب عنا رخصة ثانية كمان نزلت اللي هي هون هاي طول لك هاي لا وزع بطاقات هذا معلم وزع 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 ايوه 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 هكا شباب راح طول لكم كثير خلينا نعمل هيك شباب على السريع ونبلش نحاول نحصل ان شاء الله على احد الاسكنات هذول الشباب ان شاء الله يطلع لك ذاك المضحك اوكي نعمل هيك على السريع ايوه ايوه شباب بعرف يعني بعرف حظي بتعرفوا يعني بتعرفوا انت بتعرفوا حظي بتعرفوا معلم بيض معلم على اخر شيء خلينا نضرب معلم هات لنشوف والثلج خلاص ندخل نعمل هيك هاي حصلنا على الثلج وهيك جبنا هالبطاقة شباب عشان نعمل سبين بعد شوي اوكي هاي اول بطاقة شباب تمام اوكي رح نختار هون الشيئين هون معلم اوكي نختار هون شيء عشان نجيب الرقصة شباب نجربها كمان بعد شوي نختار هاي هلو يا سلام عليك قولي ايه بيض معلم بيض يعني صار لي اكثر من اسبوع ما لي حالك ولا شيء يعني ما يصير هيك معلم كيفو جبت الرخصة شباب حلو لا والله انا مبسوط على حالي كثير يا زلمة لا جبتها من قبل اخر واحدة ما انا فكرت لا والله لا يا زلمة كان عطوني السكين هذا الكريستال هي معلم يلا معلش anyway هاي جبنا الكريستال شباب اوكي او طولوا فيها من بعد طولوا بالكم علموني في اشياء حلوة لازم نجيبها من شباب طبعا شباب هذا المقطع معلم يعني مثل يعني مو مثل كل مرة صدقوني عملت تسجيل وبلشت معلم حبيبي والله اوكي anyway هون عندنا رخصه جديده كمان يا شباب بس ما في لو كان اوه هذا الموتور حلو شباب هذا موتور هذا حلو اوكي صراحه يعني والله شكل باللوت معلم اوكي خلينا نجي نعمل هيك نعمل الاختيار نجي نعمل هيك نحط الاختيارين هذول طيب شباب نزلوا الصناديق ما بعرف اذا حصلوا على الصناديق شباب في صناديق هيك يعني بتقدر تجيب سكنات نازلات هيك صراحه شيء حلو هذول الشباب اللي يحب كان يحب مثلا هاي الجسم هذا ولا كبير كثير من الاشياء شباب هون مثل هذا اذا ما عندي يعني لازم اضرب عليه نشوفه بعد شوي anyway نجي لهون نختار الرخصه هي الجديده والموتور الجديد اوكي تعال هون اعمل سبين ليتس جو بوي يلا يا زلمه يلا يا زلمة يلا يا زلمة يلا قولي جبنا الموتور حلو هي جبنا الموتور فكرت يعني الله معلم راح لا والله في لا ترى بتفكيري صح فكرت يعني هذا هو معلم والله كنت راح توقع على القهوة معلم حبيبي والله اوكي هي جبنا الرخصة الجديدة يا شباب راح نجربها كمان اوكي هيك جبنا حرقنا الاحداث هذول الشباب هذول الاحداث اللي نزلت ثلاث احداث يا شباب ثلاث احداث معلم حبيبي والله اوكي خلينا ندخل على الكاركتر اوكي ومن بعد عندنا ثلاث كم عندنا كم بطاقه معنا ثلاث اربع بطاقات نحاول نضربهم على الشباب نشوف اذا يطلع لنا شيء سكين مرتب ولا كيف اوكي خلينا بس نحط الرقصات الجديده هذول الشباب حطوا عشان نجربكم اياها الان بعد شوي اوكي وين هذول يا اخي تغير شكل فكرت عم طلع هيك شباب كنت طلعوا امامي هن anyway نحط وحده هون نحط وحده هون يا شباب اوكي صار علي معنا باللوز تمام هات لنشوف شكله المعلم كيف شكله شوف الساكورا كيف عم برقص يا زلمه شوف الساكورا يا زلمه كيف عم برقص يا زلمه فرج قلي قلي اي يا اخي والله ما بعرف شو بدي اقول لكم شباب يعني انا ماني شايف انا شايف بس ماني شايف بس شيء مضحك يو حلو كفو اوكي حلو يا اخي ذكرني بحركه جون سينا هذا معلم anyway شباب ندخل على الجيم يا شباب عندنا صار هون ثلاث بطاقات معنا طبعا شباب في بطاقه لازم نحصل عليها بس ولكن ما ظبطتهم عليه لما نعمل هيك ان شاء الله من بعد نشوف الامر اوكي عندنا في بطاقه شباب هلا لازم نعمل سبين جيت بت اوكي لازم نعمل سكين نعمل سبين طبعا هون شباب الظاهر راح ينزل في حدث كمان هون فنحصل على البطاقه الثانيه اوكي نعمل اول سبين شباب بسم الله هذا شوف روح ايوه 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 شو راح يطلع لي معلم شوف حظي معلم شو راح يطلع لي عجب اوه حلو سكين باللوز هذا معلم حلو تمام السبين الثاني معلم هات نشوف مش تمنى يطلع لي جوكر او هذا الوردي معلم الجوكر الوردي معلم لا يا زلمة صراحة شباب يعني سكنات يعني قول لي كيفو حلو هاي طلعنا هذا شباب ما يشبه شيء تمام نجي لهون شوفوا هذا معلم ليش ما بضرب نقدر نختار بسرعة شباب ايوه
ونقدر نقترب السكيل اللي بدنا اياه بس اوكي شباب. صراحه انا حبيت هذا الشباب بس ولكن راح نجيبه من بعد ان شاء الله نجيبه مع شباب من بعد لما نجيب له حاول احصل على الكريستال بس ولكن حابب اجيب هذا الشباب الصراحه حابب اجيبه هذا يا اخي شو مضحك يا اخي تعال 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 اوكي شباب لما هون نجي على هون نقدر نبقى هون اوكي حلو تضغط هون لما تجي لهون عندكم الخيار تقدر تختار اللي بدكم اياه يعني. ايوه شباب لا 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 ضروري شباب تعال شو والله الصراحه شباب لا شوي ده شوي ده هذه يعني زعلوا عليه بشكله بالهش إشكال أدريك حبايبنا والله بس anyway أوكي تعال 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 لازم أجربه شاف صدقوني لازم أجربه يا أخي صدقوني لازم أجربه دمان إيه طبعا يا معلم أقسم بالله جاب خلي 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 نشوف التاني شاف هذا في شيء عم فكر فيه معلم من بعد أوكي نجي لهون نشوف اللي نفتح التاني كمان الصراحة هذا في واحد تلاقي وين هذا؟ وين الثاني يا صاحبي؟ هذا هذا كمان شباب ماشي بوشي نفتح نشوف شكله معلم من القرب كول كول معلم طبعا شباب الشورت حلو جسم كمان شكله كمان جسم كمان حلو تمام الشورت حلو يعني صراحة شيء مرتب نقدر نحط فيه يعني تحطون أي مثلا قناع أو أي شيء من فوق بيجي باللوز أوكي ماشي صراحة شباب أنا كنت متوقع شباب قبل ما نشوف هذا التعامل توقعت أن كل السكنات موحل بس ولكن شباب السكنات يعني ماشي الحال شباب يعني لا تقول مو حلوات ماشي الحال اوكي اوكي هذا ندخل خلينا ندخل لهون نجي لهون نشوف السكين الاخير معلم جبناه هذا الصراحه معلم يفكرك يحسسني بشي هيك معلم يشبه سكين ما تذكر اي سكين يشبه بس صور بلاك نحط هي اول شيء انه يضبط الوضع هي على الموتور يا سلام صراحه شيء مرتب شباب صراحه ماشي حاله اتس اوكي هذول السكينات يعني بالنسبه لي شباب شايفهم افضل شيء هاد مو هاد لا وكان هذا شاب حابب انا يكون عندي بس يلا بنشوف الحاب نجيبه مرة تانية ان شاء الله هذا هذا وهاد وهاد ثلاثتهم شاب حلوين هذول متوسطين بس هذا معلم هذا معلم هذا نفس السكنات اللي طول الناس بحاولوا تجربوا فرجيكم اياه طول بالكم يشبه هذا السكين شباب يعني الصراحه هذول السكين يشبه بعض التقريبا شباب يعني عن جد شيء وردي معلم حبيبي والله اوكي شباب خلينا نترك هذا الامر شباب خلاص معلم بكفي اليوم شباب طولنا عليكم كثير يا صديقي لا تاخذونا اوكي حبايبنا الكرام لا تنسوا شباب تكتبوا لنا افكار تحت بالتعليقات اتفقنا اليوم شباب اول مقطع الله يسعد ليكم يا رب ان شاء الله انبسطتوا معنا هذا المقطع حبايبنا الكرام اتمنى لكم يوم سعيد ولا تنسون لايكات وشيرات وبارتاجات شباب الله يسعد ليكم تفعيل درجة الجرس يا حلوين انا برضه شباب راح يكون في اشياء بالله شباب حاضرين لكم اياها يا ساتي وبنفس الوقت شباب ايه اكتبوا لنا شو تحبوا يكون التوقيت البسوس بتحبوا نفتح لكم مثلا البسوس تكون يعني اكتبوا لنا اي شيء معلم اي فكره اي شيء معلم اكتب بالتعليقات حبيبي والله وراح اشوف التعليقات اوكي يلا بشوفكم على خير.